إذن هذان الجانبان اللذان يمثلان محورين مهمين في وحدة الأدب السعودي. الجانب الأول الأدب بوصفه موضوع فكرة تناقش التكنولوجيا بوصفها موضوعا أو فكرة يناقشها الأدب، والجانب الآخر التكنولوجيا بوصفها وعاء ينتقل من خلاله الأدب. تفضل. في القديم أنا مضطر إني أشرح هذه الأمور. في القديم كان الأديب مشهور بقضايا مثل الوصف، المدح، الرثاء، الهجاء، الحديث عن الحرب، الحديث عن الحب، الحديث عن 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 قضايا تهم الحياة. لكن مع بداية دخول التكنولوجيا إلى عالمنا العربي نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20، وهي كانت بدايات حيية يعني على استحياء قليلة، بدأ الأديب يفكر في هذا المدخل الجديد للثقافة والمعرفة، وبدأ يحاول أن يعبر عنه. تفضل. الكلاسيكيين اللي هم الشعراء الذين مثلوا حقبة معينة في الأدب العربي والشعر العربي، وهي حقبة إحياء التراث. هؤلاء سموا بالشعراء الكلاسيكيين أو شعراء مدرسة إحياء التراث، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، محمود حسن إسماعيل ومجموعة أخرى من الشعراء. تفضل. شعر التبعيلة ما هو؟ يسميناه شعر الحر. شعر الحر لما تحدثنا عن الشعر العربي. نعم، هو شعر التبعيلة التسمية الأصح. طيب صالح روائي سوداني مشهور. طاهر وطاهر روائي جزائري مشهور. كنفان كاتب فلسطيني مشهور. نعم، أردنيين مشهورين. نعم، يعني حاولنا نوجد أو نذكر توليفة يعني من العالم العربي، وإن كان لا يكفي، لكن هذا شيء بسيط. تفضل. يعني صعب، يعني ليس صعبا أن أحفظ هؤلاء الناس، لأن هؤلاء هم يعني أكبر كتاب، أكبر الكتاب في العالم العربي. إذا بعد الثورة العلمية في الغرب والتكنولوجية والآثار التي لحقت بنا في العالم العربي، وجد الأديب ووجدنا نحن كقراء ثقافة جديدة، وجدنا أنفسنا أمام متغيرات جديدة. تفضل. عفوا إذا سمحت. نعم. لا، القصد ليس هذا القصد تحديدا، ليس هذا ما قصدته. ما قصدته أنا أنه وجود موضوعات جديدة يتطلب وجود واقع جديد، تفكير جديد. الآن الثورة العلمية ما بدأت عندنا في العالم العربي، بدأت في الغرب. تكنولوجيا بعد اختراع العجلة وبعد الثورة التقنية والانتشار الاختراعات، لكن وصلنا إحنا هذه الاختراعات لأن التكنولوجيا ليست لها وطن، تتنقل من، لكن بدأت عند الغرب انتقلت إلينا. بدأ الشاعر العربي في الربع الأول من القرن العشرين يشاهد السيارة، يشاهد الدبابة، يشاهد الطائرة، يشاهد يسمع المذياع، التلفاز بقلة أو بكثرة بنسب متفاوتة. فالقضية ليس من بدأ الأدب، القضية أنه بدأت التكنولوجيا هناك، انتقل جزء منها إلينا، هذا أوجد واقعا جديدا أمام أديب العرب. هذه المسألة. أنا أتحدث عن
لا أتحدث عن تأثر الأدباء بالأدباء، أنا أتحدث عن أن شوقي بدأ يكتب عن الطائرة ولم يعد شعره عن الفرس والناقة، تمام؟ معروف الرصافي انطلق يكتب عن القطار، علي الجارم أخذ يكتب عن الإذاعة. أنا هذا الذي أقصده، أنه بدأنا نجد موضوعات جديدة في الأدب العربي لم تكن لدينا معروفة لدينا من قبل، بأثر من الثقافة التكنولوجية الجديدة ولو أنها كانت في البداية. نعم، هذا الذي أقصده، موضوع من تأثر بمن، وماركيز أثر على أحمد شوقي، ولوركا أثر على فلان وفلان علان، هذه قضية مختلفة، هذه قضية الأدب المقارن وقضية مختلفة جدا. نعم، تفضل. الآن أقدم التكنولوجيا أثناء الدولات الأخرى نفسها وكلة العقل الإسلامية تتبع المنزلة، كما وشنها من الفكر التكنولوجي الذي اقتحم الأدب عند الطائرة والقطار والإذاعة، بل استمر أيضا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في الربع الأخير من القرن العشرين وبدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي الفترة التي نعيشها نحن، وما أثر الفضاء الرقمي، الفضاء التكنولوجي، الإنترنت وفضاءاتها، وما أثرت هذه الفضاءات على الأدب، وهو تأثير كبير جدا جدا جدا. تفضل. أحمد شوقي كتاب 1980، ماذا يعني ذلك؟ طيب، إذا أحمد شوقي عندما شاهد الطائرة أدخلها في موضوعات شعر، أصبحت الطائرة موضوعاً، هذا الاختراع موضوعاً شعرياً في قصيدة أحمد شوقي أو شعر أحمد شوقي، مركب لو سلف الدهر به، لكن لاحظوا عملية وصف أحمد شوقي لهذا الاختراع، عملية وصف خارج لم تعبر عن استيعاب الفكرة كفكرة علمية جديدة وثورة تكنولوجية جديدة في العالم، لذلك يصفها بأنها تشبه النحلة، تشبه الطير، تشبه الفهد، فراشة إلى آخره، يعني لا يزال متشبثا بعقلية الوصف الخارجي، لأن التكنولوجيا ما زالت في بدايات تأثيرها في الوجدان العربي وفي الحياة العربية، يعني في ذلك الوقت ما كان مهم، يعني لم يكن مهما كثيرا أن يسافر الإنسان بالطائرة، تمام؟ لم يكن مهما كثيرا أن ينتقل الإنسان من محافظة إلى محافظة بالقطار، كانت الدواب لها دورها والسفن والوسائل القديمة، لذلك كان تعبير الشاعر أيضا عن هذه التقنية الجديدة تعبيرا بسيطا، لأنه في البدايات مركب لو سلف الدهر به كان إحدى معجزات القدماء، تتكلم عن معجزة، لازال تتكلم بمنطق الإيه؟ المعجزة، والاختراع ليست معجزة، نصفه طير ونصف بشر، يا لها إحدى أعاجيب الفضاء، نعم، حمل الفولاذ ريشا وجار في عنانين له نار وماء وجناح الغيم في قادمته، جناح وقادمة، جناح الحمامة، جناح النسر، جناح الصقر، لا يزال الله. نعم، القضية غير مستوعبة فكريا على مستوى واسع، بل مستوعبة فنيا على مستوى سطحي. نعم، كجناح النحل مصقول زواء يتراءى كوكبا ذا ذنب، فإذا جد فسهما ذا مضاء، فإذا جادت ثريا للثرى جرت الطاووس ليلة الخيلاء، طاووس تتخيل الذئب الطيار، لم يتعمق أن هذا الطيار شيء سيحدث تغييرا جذريا في العالم، وصف خارج، لم يستوعب أن هذه الطائرة ستجعلك تصل إلى ما لا يمكن أن تصل إليه، لم تستوعب القصيدة ولم تبين القصيدة أن هذه الطائرة تقلب مفهوم المكان من الزمان، لأنه لسه أمور إحنا لا نلوم شوق، أمور لسه في بداياتنا، وبارك الله فيه أنه وصف الطائرة، وما قال لك هذه ما لهاش علاقة بالشعر، لا، جعلها موضوعا شعريا، مثل الحب،
مثل الحرب، مثل أي موضوع شعر آخر، يملأ الآفاق. فإذا جادت ثريا للثرى جرت الطاووس ذيل الخيلاء، يملأ الآفاق صوتا وصدا كعزيز الجن في الأرض العراء. أرسلته الأرض عنها خبرا، قمت الآذان سكان السماء. وها هو شاعر آخر، شاعر آخر معروف الرصافي المتوفى سنة 1975، يصف القاطرة أو القطارة، وقاطرة ترمي الفضا بدخانها وتملأ الأرض في سيلها رعدة، تمشت بنا ليلا تجر وراءها قطارا كصف الدوح تسحبه زحفا. كصف الأشجار، كصف تغاب فيها أشجار تجرها وراءها. لا يزال الخيال خيالا بسيطا وعاديا، شعريا عاديا، وليس كما قلت فلسفيا علميا، يبحث فلسفة العلم. فطورا كعصف الريح تجري شديدة، وطورا رخاء كالنسيم إذا هب. لاحظوا النفس الرومانسي، لا يزال موجود النسيم والأشجار والأخذ. يمر بنا العالي فتعلو تسلقا، ويعترض الوادي فتجتازه وثبا. كالغزال الذي يتوثب، لا يزال بخيال الصحراء موجود لدى الشاعر. طوت بالنسير الأرض حتى كأنها تسابق قرص الشمس أن تدرك الغربة. وهذا علي الجارم، شاعر آخر متوفى سنة 1949، يصف دار الإذاعة الراديو المذياع في قصيدة دار الإذاعة: أنت بنت ثلاثة مرت كرمض بارق اللماح. احتفالية بمناسبة مرور 3 سنوات أو 3 سنوات على إنشاء الإذاعة. يقول فيها: سال الهوى، سال الهوى، ملكت أي جناح، وحللت أي مشارف وبطاح. بطاح جمع بقاء، العقلية صفاوية، نعم. وبأي ناحية أقمت فإنني ألقاك بين توثب وجماح. توثب والجماح الفرس والآخرين، تجري فتنتظم المدائن والقرى وتفوتهن إلى مدى فياح. سر يا هوى فأنت أوطأ مركب، واهتف بصوت الطائر الصداح، واحرص على سحر البيان ووحده، وارفق بآي في القريب في صاح. يعني تنقل الشعر، تنقل الآيات القرآنية وإلى غير ذلك. دار الإذاعة لا تملي، إنني أطلقت للأمل البعيد سراحي. بلي السلاح، لحظة في لفتة جميلة، بلي السلاح مع القديم وعهده. في إحساس بإيه؟ بالحداثة، إحساس بالتغير العلمي اللي يقوليه. بلي السلاح مع القديم وعهده، يعني الآن مرحلة جديدة بيقول للناس. في إحساس، بداية إحساس بالتغير الإنساني الاجتماعي الذي يقذفه هذا العلم. والآن صار العلم خير سلاحي، لا يرتجى من أمة مفتونة بالله والتسليم أي كلام. إذن يبدو أن علي الجارم أكثر، أو يعني فاق الشاعرين السابقين بالتفاته إلى فهم موضوع العلم. هذا العلم سلاح، هذا العلم أنهى مرحلة وبدأ بنا بمرحلة مختلفة جديدة. هذا العلم يحثنا على أن نترك الإيه له، لأنه يقول في البيت الأخير، طبعاً قصيدة أكبر من هذا: لا يرتجى من أمة مفتونة بالله والتسويف. يحث على العلم، وأن هذه الإذاعة الهدف ليس وصل، الهدف وصف مظهر مظاهر العلم. هذا العلم تحتاجه الأمة من وجه التي ستغير وجه الأمة، وجه التاريخ، وجه الحياة، وجه الحضارة. هذا أدرك على الجهة بسيطة. الآن حذير عليك في خضم حديث عن الصحراء والطير والأكل. إذن موضوعة العلم بدأت عند الأديب العربي، هذه البداية الضعيفة. ثم بعد أن بدأت الثقافة العلمية تنتشر، والتلفاز والإذاعة والصحف وغيرها تنقل لنا أخبار جديدة عن صعود الإنسان لوين؟ القمر، غزو الإنسان للفضاء، إلخ من هذه الأمور. وانتشار التكنولوجيا
وانتشار الاختراعات وتعميمها على باقي مناحي الحياة بدأ يفكر الإنسان في تفكير أبعد من ذلك، وهو ما أدى إلى ظهور أدب الخيال العلمي الذي يعبر عن أدب يعبر عن العوالم الأخرى وعلاقة الإنسان بالوجود الكبير وعن الاختراعات التي دخلت إلى عالم البشر في المصانع والبيوت وإلى آخره. نعم، إذا بعد هذا هذه النماذج أريد أن نتابع الحديث عن هذا التطور وهذا التقدم في الوعي في الموضوعات الجديدة. شكرا. تفضلي. ملاحظة مهمة هنا. نعم. هذا الذي تحدثت عنه، هناك دهشة بهذا الموجة الجديدة، دهشة خارجية. تفضل. التقرير مباشرة إني أقول الطائرة هذه مثل النسر في السماء. ما أحسست أنا بالداخل إن في فكر عميق. إيش فيه؟ طائرة مثل النسر في السماء تسير في قوادم مسكونة مثل النحلة، قوادم مدهونة وغضية ولاد. هذا تشبيه، هذا تعبير خارج، تقرير مباشر، ليس فيه عمق، ليس فيه قدرة على التأويل مثل ما تحدثنا عن العلم اللي انهى مرحله وبدا مرحله جديده بالنسبه لدار الاذاعه. هي ليست دار الاذاعه التي انهت، دار الاذاعه مظهر من مظاهر هذا العلم الذي سينهي مرحله ويبدا مرحله. تفضل. اذا هذا هو الشعر وهذه هي الموضوعات الثانويه. ما دور القصه والروايه؟ اين دور القصه والروايه؟ القصة والرواية بحاجة إلى تفاصيل، بحاجة إلى بعد عن الدهشة واستيعاب عقلاني أكثر. دائما القصة تحكي حدث، تحكي فكرة، ليس كالقصيدة. ممكن أنا أقول لك قصيدة كاملة عبارة عن دهشة، إني أصور ناموسة، أصور شيء بسيط، أصور كأس ماء كما بعض النماذج صور كأس خمر، رقة الزجاج ورقة الخمر فتشابه فتشاكل الأمر. في فن في التصوير، صح، رقة الزجاج ورقة الخمر فتشابه فتشاكل الأمر، فن في التشبيه، لكن أي فكر؟ فتشابه فتشاكل الأمر وكأنما خمر بلا كأس، وكأنما كأس بلا خمر. تمام؟ وكأنما خمر بلا كأس. بالضبط. إذا يعني في يحاول الشاعر يبدع في قضية الصورة الخارجية. يعني القصة أوسع. القصة والرواية أول شيء. الرواية أوسع، القصة أقل وسعا، لكن الرواية فيها فكرة. فكرة. لما قرأنا القصص والروايات، الرواية القصص آسف السابقة، قلنا ما الفكرة من قصة البئر؟ نريد أن نقدم إدانة للإهمال. قرأنا هنا ما الهدف أو الفكرة من قصة كذا؟ الهدف كذا، تقديس الحرية. إذا الأدب الشعر دهشة، دعاء عاطفة، في فكر، لكن لا يحتاج هذا الفكر مثل ما تحتاج القصة والرواية. تفضل. أصلاً المخترعات كانت في البداية، لذلك أنا لا أعتب على شوقي ولا أدين شوقي أو غيره إن ركز في تصويره أو في اتخاذه لموضوعات علمية في القصيدة، ركز على الجانب الخارجي والتصوير الخارجي التقرير المباشر، لأنه المخترعات يعني أصلاً لم تكن مستوعبة ومتغلغلة في حياة الناس. تفضل. Gracias.
الآن خلي إنه ركز الأدباء والشعراء في البدايات على التصوير غير التصوير غير العميق والتصوير التخيلي المباشر لموضوع التكنولوجيا بسبب ألف إن الشعراء كانوا لا يقرؤون مثلا أو لا يطلعون ب لأن التكنولوجيا كانت موجودة عند الغرب ج لأن طبيعة الفن الشعري طبيعة انفعالية طبيعة انفعالية لا تتأمل كثيرا أن تفقد هنا على الجانب شوي تأمل لأنه هذا شعر وهذا شعر تأمل واعتبر أن دار الإذاعة هذه انقلاب علمي انقلاب علمي يجب أن نتعلم منه درسا لذلك حكى عن الأمة التي لن تفلح إذا بقيت عند الله انظروا إلى دار الإذاعة كيف سوت كيف نقلت الآيات ونقلت الأشعار ونقلت البلاغة ونقلت من مدينة إلى مدينة واجتازت الحياة والقطار والانفضاح إلى آخره تفضل ننتقل الآن لقضية أخرى عالجتها التصور الرواية من خلال التأثر بأدب الغرب بشكل عام وليس فلان أو علان جون فيرن هذا من بدايات القرن العشرين وزميله ويلز الإنجليزي من منتصف القرن العشرين كتبوا ما يسمى بالرواية أو رواية أو أدب الخيال العلمي نعم تفضل أما أدب الآن على الجانب العربي ماذا فعل العرب مع اطلاعهم على هذا الأدب وعلى هذا التقدم التكنولوجي الجديد تفضل. تغير مفهوم ماذا أعني أو نعني بظل محكوم بالشرط التاريخي؟ من يشرح هذا به؟ إنه العرب لم يكتبوا أو يعني تأخروا عن الغرب في كتابة الأدب الخيال العلمي محكومين بالشرط التاريخي، ماذا نعني؟ ما كانت التكنولوجيا عندهم تاريخيا عند الغرب أسبق من عند العرب، لذلك لا أطالبهم بأنهم يكتبوا عن موضوع مش موجود عندهم. نعم، اللي وصل إلى الفضاء هم الغرب. نعم، لذلك هم هذا شرط تاريخي. يعني الزمن شوف الزمن تفضل أشكر. هذه إجابة للسؤال ما الفرق بين الخيال والخيال العلمي؟ يسألكم زميلكم.
نفترض جاءني سؤال أدب الخيال العلمي يوجد مجال ورحب للخيال الكاتب فيه، صواب ولا خطأ؟ هو اسمه خيال علمي، العلم وخيال، علم عن الروبوت، عن الأقمار الصناعية، عن الفضاء، عن الرجال الآليين، عن الأقراص أو الأحواض الفضائية وغيره، زاد خيال. إذا صحيح يجب أن يكون هناك خيال، لو لم يكن هناك خيال كان موضوع ليس هناك شرط لحدود معينة في الخيال أو للخيال في العلم من خلال أدب خيال العلم. قد يكون هناك خيال بسيط وعلم كثير، قد يكون هناك خيال كثير وعلم قليل. يعني ما حديث عن علم بسيط، هذا أدب خيال علمي. ليس هناك حد معين أو نسبة معينة نقول هون انتهى الخيال العلمي وهون بدأ الخيال العلمي. تفضل زميلكم اللي سألت سؤال. تفضل يا عفوا يا بالضبط. كثير من الاختراعات بدأت خيالا، بدأت تخيلات. نعم هذا صحيح. تفضل. طبعا ما بستطيع ان اقسم عن الاسواق الفضائيه وعن زياره المريخ الا اذا كنت قارئ ومطلع علميا عن الفضاء وعالم الفضاء. نعم. هذا تعليم. نعم. طيب إذا يعني بشكل عام كتاب كثير في العالم العربي كتبوا عن الخيال العلمي وفي لهم أعمال. بالثلاث فقرات الأخيرة هذه من توفيق الحكيم ومصطفى محمود ونهاد شريف، هؤلاء كتبوا أدب خيال علمي الكبار. يا ريت بدنا نطلع عليهم ونحفظ أعمالهم كمان. كل واحد عنده عملين ثلاث. نعم. لما يقول لي مثلا العنكبوت رواية من أدب الخيال العلمي كتبها نهاد شريف، مصطفى محمود، توفيق الحكيم. اثنين، في تعريف بسيط سطر أو كلمتين ثلاث في العنكبوت أو في رحلة إلى الغد أو في رجل أربعة يأمركم أو في كذا كذا. إنه رحلة إلى الغد هذه تتكلم عن إيش؟ عن استشراف الأوضاع المجتمع في الزمن القادم، ولا عن مزج العلم والغيبيات، ولا عن تجميد جسد الإنسان. يعني اللي هي ربع سطر عن اللي بيقرأ هاي المعلومة كأنه قرأ أو عرف إشي عن الرواية أو عن العمل كله. طيب الآن كمان انتقل أدب الخيال العلمي للأطفال، لأنه من هم أكثر الناس تخيلا؟ الأطفال اللي بصيروا مبدعين فيما بعد، لأنه خيالهم خاص جدا وبيعيشوا بالخيال أكثر ما يعيشونها في الواقع. ومن أبرز رواد أدب الخيال العلمي في الخليج العربي، تفضلي نكمل. أبرز رواد أدب الخيال العلمي في الخليج العربي الكاتبة الكويتية طيبة إبراهيم، من أعمالها الإنسان الزاهد، وكتابها بالأدب الأردني سناء الشعلان. كتبت رواية علمية انتشرت عربيا وترجمت لبعض اللغات. أعشقني اسمها، أعشقني، لأن واحد وواحد آخر لبسوا بعض، ينقلوا عقله أو جسمه فكروا وقفوا إلى إنسان آخر. بعض هذه جاءت في بعض الأفلام تعالجها من ناحية قضية حب وقضية إنسان آخر، حالة إنسان آخر، قضية فيها خيال علمي، فيها علاقة في يعني انتقال جزء من إنسان لإنسان آخر. تفضل. والأحسن عدد من الكتاب هذا الأدب يوجههم إلى كتاب الأطفال، لهذا تخرج معنية كبيرة تنمي خيالهم في العالم وربطهم بالواقع العلمي والتكنولوجيا والتحكيم في المجتمعات، وتقف أعطائهم على ضرورة العمل. لأنه الأطفال هم شباب الغد ورجال المستقبل، لذلك لازم يهتم فيهم بأدب الخيال العلمي. نعم. والتمنطق العلمي مفهوم بهذا الإنسان يحترم عقل الإنسان وطاقاته وأدواته الإنسانية. طبعا في عندك عدة كتاب من أدب الخيال العلمي للأطفال، بدي تنتقل إذا سمحت إلى خصائص أدب الخيال العلمي الخمسة، حددها، تفضل. الشاروني هو بس خطأ في بالي لو سمحت. في بحثي من المفهوم بالخيال العلمي للأدب العربي واحد، هذه أول خصيصة، المزج بين المشاعر الإنسان، بين المشاعر الإنسانية والمخيل العلمي. يعني ليس عندما أتحدث عن الروبوت لا أتحدث عنه كاختراع جانبي، يجب أن أعطي الموضوع حس الإنسانية. تفضل. هذا الأدب يعبر عن خوف البشر من المخيل العلمي
بشكل عام الأدب له هدف، له هدف يعبر عن مخاوف الإنسان من التقدم العلمي. هل التقدم العلمي كله إيجابيات؟ أها، في مخاوف يعبر عنها الأدب الخيال العلمي. تفضل. كل ما زادت الآلة تقدما كل ما زاد تشيع الإنسان واضطرابه. الآن بتلاحظوا أنتم كلكم في الفيسبوك والتواصل الاجتماعي المواقع المختلفة إنه الأسرة كلها كل واحد، وهذا واقع ما حد ينفيه، كل واحد على جهازه وبعيد عن أخوه بعيد عن أخته بعيد عن أمه بعيد عن أبوه، حتى لو كانوا جالسين بجلسة واحدة فكل مشغول بتكنولوجيته، تمام، جهازيته. فهذا يسموه الاضطراب الإنساني عن بعض من بعض. نعم، ما عاد في حكايات جدتي تجمع العيلة كلها جدة تحكي لهم. ها يا رياض، كان اسمع رياض ردعوا الناس لحميميتهم. هاي أول مرة عرضت عليهم كل الناس مكرمين. طيب تفضل، هذا معنى الاضطراب اللي حكيته أنا الآن. هذا الأدب زي ما حكى على الجارم إنه يا جماعة العلم مهم، انتبهوا. الأدب برضو يحث على إنه العلم مهم بالرغم إنه مخاوف مش، لكن العلم يبقى قضية مصيرية للإنسان ومحتم. نعم، لغة أدب الخيال العلمي تعكس لغة العصر وتطلع قريبا عن الشارع، ولا شك في أن الأدب الحديث يتضمن معقدا عن الشبكة. يا جماعة كلمة مستخدمة بدل كلمة شبكة. شبكة حسب مجامع اللغة العربية تعني إنترنت، شبكة بدت الحكاية بشبكة لكن الآن انتهينا بشبكة. شبكة لو كتبت مثلا إني وضعت كذا على الشبكة يعني على شبكة الإنترنت، هذا التعريف. إذن شكرا جزيلا. هكذا نقول فرغنا من التكنولوجيا بوصفها موضوعا للأدب، لنقف عند المكتبة الإلكترونية والأوعية التي تنتقل من خلالها الثقافة والمعرفة الأدبية. شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع أي سؤال قبل الختام.